الباب. تمريرة قوية أكثر من اللازم. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. الكرة ملعوبة من مسافة، تحرك. الحكم يشير لوجود خطأ، ضربة حرة. كرة ممتعة، فرصة للتسديد. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. يحاول أن يلعب كرة بينية. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. يلعب كرة على اليسار. الفرج. كاريو. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. كرة من جهة اليمين، يلعب الكرة إلى المنطقة. محمد كنو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. سلمان الفرج. محمد كنو. يلعبها عرضية، يمسك الحارس بالكرة. يلعبها لمنطقة الخطر. كاريو يلعب كرة طويلة. استحواذ وسيطر على الكرة، لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يستعيدها شهراني. الدوسري يلعبها طويلة، هل ينجح في المرور؟ سالم الدوسري. كرة إلى الأمام، يمر يلعب كرة بينية. هنا كرة عرضية، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يلعب كرة بينية. سالم الدوسري، قوية من سالم الدوسري. تتغير النتيجة لتصبح 1-0. تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. محمد كنو على تنفيذ الخطأ، بطاقة صفراء كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. لمسة بينية. كاريو. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. صافرات نهاية الشوط الأول، قدموا أداء كبير، لمسات، لمحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول. جماهير
راضية سعيدة بهذا الأداء، هل ينجحوا في المحافظة بعد ذلك؟ هذا السؤال كبير، هم عليهم أن يجيبوا. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. هدف يبعثر أوراق المجموعة. الفرج يبحث عن المهاجم حماد كانو، يحاول تمريرها من بين المدافعين. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الهلال السعودي ينجح في زيارة الشباك مع نهاية الشوط الأول. النتيجة 1-0. محمد كنو يتسبب في احتساب المخالفة. تدخل يوجب إنذار آخر وبعد ذلك حالة طرد. الهلال السعودي يواصل مباراة بعشرة لاعبين بعد بطاقة حمراء، يمكن القول أنها قاسية منذ وقت مبكر جدا في المباراة. سيتم التبديل الآن. البريك. شهراني، سالم الدوسري. الدوسري اندفاع غير عادي من جهة اليسار، ينجح في تمريرها إلى الدوسري. يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعبها ببراءة. يا إلهي، جول يا جماعة! الكرة اللي يلعبها تدرس. أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. اختراق جميل على أعتاب المرمى. يلعب كرة طويلة، عدت الكرة، عرضية. الفرج يقطع الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعب كرة بينية بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة. شهراني في هذه الدقائق الأخيرة لابد أن يتحلوا بمزيد من الشجاعة، من التركيز، أن يلحقوا بهذه المباراة.
بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع. صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن ليست البداية المثالية لكنها مرضية قياسا بالفرص اللي اتيحت للفريق الخصم.